بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني حسين، مدونة هاني حسين دوت كوم. فيديو اليوم تم طلبه مني كثيرا جدا بعنوان كيف تختار دومين مربح. كيف تختار دومين مربح؟ دومين للمتاجرة، دومين تشتريه ثم تبيعه حتى تربح منه. طبعا استخدامات الدومين مثل ما راح اشرحها اليوم ان شاء الله وكيفية ايجاده، ممكن تستخدمها باكثر من طريقة للربح منه. ممكن تضعها في موقع وتكمل عليه لانه دومين اصلا حلو، فبالتالي راح موقعك يصير افضل، اصلا يحتوي على زوار، اصلا في مواقع تانية بتعمل له باك لينك من اول قبل ما انت تشتريه، فتعمل عليه موقع وتبني موقعك. والخطة الثانية هي انه التاجر فيه مباشرة، تشتري تبيعه وتربح مبلغ جيد جدا. فاليوم الفيديو ان شاء الله حشرح هاي العملية، عملية اختيار الدومينات. طبعا في موقع رائع جدا انا بستخدمه في ايجاد دوميناتي اللي بدي اتاجر فيها، الدومينات المربحة، اوكي، اسمه expireddomains.net، اوكي، مثل ما هو مكتوب عندكم هنا الان expireddomains.net. تمام، ادخل عليه، راح تفتح عندك الصفحة اللي انت شايفها بالضبط. هاي الصفحة فيها عدد 37 مليون ونص تقريبا دومين، تخيلوا معي 37 مليون ونص دومين. يا اما متاح او قرب على ان يكون متاح او ديليتد. وقبل ما اشرح بدي احكي يعني حياة الدومين كيف بتصير. لان الدومين اولا انت بتشتريه، بعدين انت اشتريته لمدة سنة، الان بعد السنة اذا جددته اذا تأجل كمان سنة او حسب انت كم سنة جددته، اوكي. الان اذا مرت السنوات وبعدين انت ما جددته، ماذا يحدث؟ بيروح على فترة اسمها expired domains، اللي هي هنا expired domains، يعني الدومين اللي انت سويته اصبح expire، لكن لا احد يستطيع ان يشتريه ابدا. انت فقط بتقدر ايش تعمل له تجديد، تعمل له update، تمام، لكن هو expired، يعني لو تفتح اللينك تبع الدومين لن يظهر موقعك، خلاص expired، لكن لا يستطيع احد شراؤه الا انت لانك انت صاحبه. وهاي الفترة الاكسبايرد دومين هي 45 يوم، يعني شركة الدومينات بتعطيك فرصة دومينك اكسبايرد معاك 45 يوم حتى تنتقل للفترة اللي بعديها. الان اذا انت بخلال 45 يوم جددته، تمام، انتهى، اتجدد، اصبح موقعك يشتغل. ما جددته ماذا يحدث؟ ينتقل الى الفترة التالية اللي هي الفترة اللي ايضا ما في ولا شخص بيقدر يشتريه، ولكن اذا انت بدك تجدده لازم تدفع تقريبا 200 دولار. نعم انت سمعت صح، 200 دولار. طبعا في دومينات اقل دومينات اعلى، لكن الوسط الحسابي لها 200 دولار. هاي الفترة اللي هي فترة اللي بعد الاكسبايرد، مرت 45 يوم انت ما جددته، فعقابا لك اذا فعلا بدك اياه لازم تدفع ما يقارب 200 دولار. في دومينات ممكن تطلع 100، نعم، بس ال- 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 الوسط الحسابي تبعها 200 دولار. تمام، الان انت ما جددته ايضا لفترة 5 ايام، 5 ايام ما جددته، ماذا يحدث؟ بنتقل الى الفترة الاخيرة اللي هي الديليت. الان الديليت هاي الفترة هي ايضا 5 ايام، اذا انت مدة 5 ايام ما جددته ايضا على طول بينتقل الى الافيلابل، المتاح. ايش يعني متاح؟ يعني انا بقدر اشتريه، هو دومينك اصبح متاح الي انا بقدر اشتريه. هذه تسمى فترة حياة الدومين، هيك الدومين، هاي الدومينات، تمام. الان هذا الموقع ايش الجميل فيه؟ تقدر تعرف من خلاله الدومينات الاكسباير او الدومينات الديليتد، الاكسبايرد فترة الاكسبايرد
او الديليتد الخلص اللي بتقدر انت تشتريها. جميل جدا، تمام. ايضا في جو دادي، المزاد المعروف لجو دادي تبع الدومين، ممكن من خلاله تشوف انت بعض الدومينات وتعملها فلتر مثل ما راح نشوف. طيب نبدأ بمشاهدة الدومينات. الان ممكن سؤال طبيعي واحد منكم يسأله، يا هاني طب انا ايش يعني ايش بدي استفيد من expired domains؟ لا، ممكن تستفيد جدا، ممكن تجد في داخل expired domains دومين حلو جدا وبدك اياه، فتحطه ببالك، اتابعه. ليه؟ لانه بما انه صاحبه تركه يصل الى فترة الاكسبايرد، اذا من الممكن جدا ان يصل الى فترة الديليتد، وبالتالي انت بتكون متابعه عشان اول ما يصير ديليتد تاخده وتشتريه لإلك. فالاكسبايرد مهمة جدا، تمام. خلينا نبدأ احنا بالديليتد، يعني خلص الدومينات اللي موجودة وبدنا نلاقي واحد فيها. لأن لما تضغط على delete domains على طول بيطلع لك أنواع للديليت. إحنا اللي بدنا إياه طبعا .com، فبتضغط على .com من هنا أو من هنا، صح؟ طبعا ممكن تختار .net، نعم في دومينات .net رائعة وغالية وحلوة ما فيش أي مشكلة، لكن أنا اليوم بـ 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 بالفيديو بدي أشوف .com، بضغط على .com اللي هي امتدادها .com، كل الدومينات اللي .com. الآن بيطلع لك طبعا زي ما شايفين قائمة طويلة جدا تحتوي، وين الرقم؟ لا مش حاطين رقم، طيب معلش مش حاطين رقم. تحتوي على عدد كبير جدا من الدومينات، شايفين next page يعني في صفحات، لكن هم مش حاطين الرقم اللي ممكن يعني نشاهده فيه. وطبعا بدك تشوف يعني الدومينات اكثر، سجل بالموقع ساين اب عادي فري من غير ما تدفع شيء، يعني بتشوف كل النتائج، لكن هنا بيعطيك تقريبا 10 صفحات فقط، تمام. احنا طبعا هنا عشانه مثال، ف طبيعي مش حسجل يعني الان، تمام. الان بيعطيك الدومينات، طبعا هاي دومينات، البيج رانك تبع الدومين، اوكي، هاي الأشياء راح نشرحها إن شاء الله، والستاتس الحالي available يعني تقدر تشتريها الآن، تقدر تشتري أي واحد من هدول موجودين الآن لأنه كله available، يعني أصحابه تركوه صار expired ثم صار deleted domains. أوكي، طبعا يعني إذا بتلاحظوا العدد دومينات كبير جدا ما راح ندور عليها واحدة واحدة، وبالتالي لازم نعمل show filter تحكي له أنا بدي الدومينات اللي بس كانت او بعدها موجودة في الديموز. هذا افضل دليل، يعني اللي بده يضع موقعه فيه لازم يدفع له فلوس، فدليل رائع جدا. اي موقع موجود في الديموز اعرف انه موقع موثوق في الانترنت وخصوصا لدى جوجل، فبالتالي بدي احط انا بس بدي الدومينات اللي الديموز متعرف عليها. طيب بدي هنا دائما تحط صح انه no fake PRs، اوكي، ما بدي page ranks تكون fake. ليش يا هاني؟ هو في page rank fake؟ طبعا الفيك ممكن يكون شخص عنده دومين بالاوقات الماضية عمل شغل عليه اصبح page rank 5 ثم تركه فبعده page rank 5، لكن هو PR فيك، ايوه هو فيك، مش صح يعني. وايضا حط صح على ايش؟ نو انشور، يعني حتى البرنامج هنا مش متاكد انه فيك ولا مش فيك، احكي له انا ما بدي اياه اصلا. جميل، الديموز والنو فيك والنو انشور، واعمل ابلاي فلتر حتى نتاكد انه كل الدومينات حطينا اياها هي جيده مش بيج رانك غلط، تمام. جميل، شايفين طلعنا قائمة صغيرة، صغرت جدا القائمة، طبعا لأن فري ممبر انت لو تفوت وتسجل حتشوف القائمة أكبر، احنا هنا كمثال طبعا. اوكي، الآن بطلع لك بعض المعلومات عن الدومين اللي بهمنا، طبعا مش البيج رانك بهمنا، لأن البيج رانك حتى لو كان زيرو إذا كان الدومين معروف وقديم وعليه باك لينكات أصلا
فانت اول ما تحط عليه شويه محتوى وبلش جوجل يارشفه، البيج رانك تبعه بيعلى بشكل فظيع. وانا مجربها هاي، انا مجربها يعني شخصيا، جربتها وفعلا صحيحه. دومين قوي عليه باك لينكات قديم، شويه محتوى في الموقع، البيج رانك بيعلى بشكل فظيع، يعني ممكن باسبوعين يكون بيج رانك 5. طيب اللي بهمنا هي الدي بي، دومين بب. ايش الدومين؟ بيحكي لك كم دومين يربط مع هذا الدومين، يعني باك لينك. بس من الدومينات 8، 8 دومينات، يعني 8 دومينات كذا كذا دوت كوم كذا كذا دوت كوم، 8 بتربط مع هذا الموقع. فهاي المهمة. اللي جنبها هي الباك لينك، يعني كم باك لينك. طبعا اكيد مش احسن من الدي بي، الدي بي هي الاحسن، الدي بي هي الاحسن، لانه اللينكات من الدومينات مش زي الباك لينك. الباك لينك ممكن يكونوا السبعة كلهم من موقع واحد، وبالتالي انت ايش استفدت؟ كلهم من موقع واحد، فاهمين؟ جميل. فدائما رتب، رتب الموجودين على الدي بي، اضغط عليها كليك بيرتب لك اياهم من الاعلى الى الاسفل. شايفين هنا في هذا الموقع rcw-real.com في 10 دومينات مربوطة فيه. ABY معناها the birth، اوكي، year يعني سنة الولادة، يعني امتى هذا الدومين تم عمل له ريجستر اول مرة، بال2001. تخيلوا معي، يعني صار له تقريبا 13 سنة، 13 سنة هذا الدومين. جميل، تمام. الآن ايش المشكلة؟ المشكلة انه في واحد سبقنا وسجله، يا للأسف. عشان هيك بحكي لكم لما تفوتوا سجلوا فري ممبر، اوكي. المشكلة بصراحة انا مسجل فيه لكن ناسي الباسورد، فحاولت ادخل عليه فعلا ناسي الباسورد، يعني لازم ارجع على الداتا بيس عندي على الجهاز وابحث. وبصراحة انا كنت اعمل فيديو يعني سريع لإلكم لانه مطلوب مني كثير، ووعدت اني ارسله غدا غدا، يعني انتو حتشوفوه الان، بيكون اليوم عندكم، لان انتو هسه شفتوه في اليوم، انا بالنسبة لي هسه غدا، اوكي. فانتو لما تسجلوا فري ممبر ساين اب حتطلع هنا يعني معلومات كثيرة جدا وصفحات كثيرة، لدرجة انا كنت اشاهد اعداد بالملايين حتى بعد الفلتر، بالملايين، نعم بالملايين. هناك 37.5 مليون دومين في حالة الاكسبايرد او الديليتد، او شخص بده يبيعها عبر الجودادي، الجودادي مزاد 37.5 مليون. فهي القائمة صغيرة جدا، فانت لما تسجل في ريمر حتطلع لك قائمة اكبر ان شاء الله، اوكي، تمام. الان هل هيك هاني خلاص هذا الدومين حلو؟ لا، لازم نتاكد من بعض الامور، الا وهي بتاخذ الدومين كوبي وبتروح كنترول بي، لا كنترول سي، من وين جبت كنترول بي هاني، اوكي، بتروح على موقع اسمه ahrefs.com، ahrefs.com، تمام. بفتح لكم موقع زي هيك، حطوا الدومين بيست واعملوا التراي. هذا موقع رائع جدا، بيتيح لك يعني مجاني تعرف بعض الامور، لكن لما اذا اشتركت فيه شهريا بيعطيك مواضيع للسيو، اشي خرافي بصراحة. تمام، شوفوا شو اعطاني الان هذا الموقع. طبعا لانه بياخذ البيانات من شركات الدومينات، فبيعطيك ارقام، انا يعني ليش دخلت هنا عشان اتاكد، ارقام اقل من الصحيح. شايفين هنا بيحكي لي ايش على هذا الدومين، انه الباك لينك 3 والدي بي 10، صح، بينما هنا بيحكي لي ايش، الباك لينك 30 والدي بي اللي هي ريفيرنج دومين 14، صح، رهيب جدا. يعني هذا الدومين اللي انت قبل ما تشتري هو اصلا يحتوي على 30 باك لينك و14 دومين، 14 موقع رابط معه، وهذا اشي طبعا جميل، هذا اشي طبعا اكيد جميل.
تمام. الان هنا بهمنا ايش كمان غير الباك لينكات والدومين؟ بهمنا ننزل تحت عند قسم الكلمات الدلالية. وين قسم الكلمات الدلالية؟ تمام. انكور تيرمز هيها. هو ليش مختلف شكله عن زمان؟ انكور تيرمز هيها. هاي الكلمات الدلالية بحكي لك ايش الكلمات الدلالية اللي اصلا المواقع هاي 30 موقع بتربط معها. بحكي لك 8.57% على الدومين، 5% لا عفوا انا ايش بعمل، 57% على الدومين، 36% على الدومين مع HTTP، 7% على كلمة SRO، و7% على consultant، و7% على real، و7% على RCW. طيب ايش بهمنا يا هانو؟ بهمنا انه يكون الكلمات مختلفة. يعني تخيلوا لو كان 100% على هذا، لا اعرف انه في غلط، لانه هو بيعمل باك لينكات فقط على هاي الكلمة، اذا سبام. طيب افرض انه 100% على SRO، لا ايضا خطأ، لانه هيك سبام. بينما تنوع الكلمات الدلاليه اللي بتيجي منها الروابط الباك لينكات دليل على انه صحي، الشخص صاحب الدومين كان يعمل باك لينكات صحيه، وهذا طبعا راح يفيدنا جدا. جميل. التيرمز الكلمات، بينما الفريزز ايضا فيها اختلاف، الموقع مع HTTP، بعدين RCW، ريال كونسلت، SRO. حلو. فهذا المهم تعرف الانكور اللي هي اللي بتنحط مع الباك لينك، الانكور اوكي، انه مختلفات مش كلمه واحده، فبالتالي تعرف انه لا الموضوع صحي، يعني الشخص هذول الدومينات فعلا صحيات. تمام. جميل جدا. طيب هيك انتهينا؟ لا، بدك تروح على موقع ثالث اسمه دومين tools.com، مثل ما هي مكتوبة هون domain tools.com، وبتضع الموقع ايضا الدومين عفوا هنا، وبتعمل سيرش. هذا الموقع جميل، بيعطيك معلومات عن الدومين، لكن اهم هاي المعلومات هو كم مرة صاحبه تركه يصير ديليت، يعني كم مرة سجل وبعدين رماه، سجل بعدين رماه، سواء صاحبه او اكتر من شخص. يعني انت الان لو اشتريته وعملت له صار اكسباير وبعدين تركته، حتنحسب مرة. رائع جدا. وطبعا هذا بيأثر على السيو وعلى ثقة الدومين، اذا تم تركه يصبح ديليت اكثر من 5 6 7 8 مرات، لا اعرف انه مش جيد ابدا بصراحة. طيب نستنى بس يفتح لانه طول. تمام. اذا 3 مواقع هنا، بتختار الدومين، هنا بتشوف الباك لينكات وانها صحيه او مش صحيه، يعني بيعطيك هنا معلومات حلوه انه ريفيرنج 14 حكينا عنها، والتوتال باك لينك 30، دوفولو شايفين دوفولو 27، نوفولو 3، نوت سايد وايد 30، وصور 1. يعني معلومات فعلا حلوة، معلومات حلوة. تمام. 30 باك لينك اصلا اجوا من تكست، 27 منهم دوفولو، يعني انه جوجل بيشوفهم كباك لينك، 3 منهم نوفولو، 1 منهم صورة، فاصبحوا 31. جميل. ففعلا بيعطي معلومات حلوة. مالك يا اخ، نعمل بحث كام مرة. تمام الحمد لله. شايفين بعطيك هنا معلومات عن الدومين نفسه، ايش ايميل صاحبه، النيم سيرفر تبعه، الريجسترر يعني الان هو مسجل عند مين، عند او نيم او نا ناما، يعني موقع المهم.
طبعا هو ليش مسجل عم بالريجستر؟ لانه حكينا ريجسترد، يعني واحد سجله، واحد سجله، تمام. created on 2014/19/9، يعني قبل يومين، يا سبحان الله، يعني قبل يومين جاء شخص هنا واشترى، قبل يومين لسه 19/9/2014. فشايف بيعطيك معلومات حلوة، بيعطيك معلومات حلوة. الآن وين وين اللي بدنا نشوفه؟ اللي هو تحت بتنزل عندك ريجسترر هيستوري، يعني التاريخ تبع الأشخاص اللي سجلوه. ثلاث مرات تم تسجيله، رقم حلو بصراحة، بكل صراحة. نيال اللي اشترى، يعني الاسم أول إشي جيد، RCW، ممكن يعني ال R وال C وال W يتحولوا كلمات، فاهمين علي؟ يعني يكون هذا اختصار لكلمات معينة. ففعلا حلو، وثلاث مرات فقط، مع انه 2001. جميل جدا، جميل جدا، يعني اكيد كان في شخص ماسكه وعمل عليه شغل حلو، عمل عليه شغل حلو، تمام. ان شاء الله تكون الامور سهلة، فهمتوا علي؟ تمام. تختار الدومين، راح يكون عندكم قائمة أكبر من هاي بكثير، فعملية الاختيار راح تكون أصعب لإلكم طبعا. طبعا بالتأكيد لما تختار الدومين بدكم تختاروا اسم يعني واضح، يعني اسم حلو، اسم يعني تخلي الناس يعني ممكن لما تبيعوا تربح منه. أوكي، لأن إحنا هدفنا الربحي، سواء تحطوا على موقع أو تبيعوا مباشرة مثل ما حكينا. اوكي، يعني في داميان تيك، يعني اسم واحد اسمه داميان وتيك من تكنولوجي، يعني اسم حلو، يعني اسم ممكن يكون اسم موقع، نعم، يعني داميان تيك بيتكلم عن تكنولوجيا. الدي بي تبعه 8/2002. جميل، كوبي، خلينا نشوف بعض المعلومات، بيست، وبرضو هون نعمل له بيست. معلش انا بطول عليكم بالفيديو بس احسن. او يو هاف ريتش يور ديلي ليميت، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب مش ضروري نعرف المعلومات هاي. ريجستر هوستر 2 مرتين، اخر مرة تم تسجيله في جو دادي كان. طيب تمام، اوكي. افيلابل، بنقدر نشتري. طيب كمان ارجع على الهوم، عندك الجو دادي اكسباير دومينز. الجو دادي، جودادي معروف عنده مزاد كامل للدومينات، مزاد. والإشي الجميل إنها بتكون دومينات روعة، روعة، لكن طبعا الأسعار بتكون روعة شوي، يعني ما هاي المشكلة، لكن حلو إنك تقتنس أشياء حلوة بصراحة، فعلا حلو جدا. شايفين بيج رانك 4/2/4، ممكن تعملهم كليك حتى تشوف ال من الأقوى. شايف هنا بيج رانك 7 csev.org، 7/7. شوف الأسعار الآن. هذا المزاد، هذا الدومين $685، بينتهي بعد يوم وعشر ساعات، واحد منت، في هناك 65 يعني مزايدة على هذا الدومين في الجودادي. أوكي، الدي بي تبعه 81 طبعا، لأنه بيج رانك 7، قديم 2008، رائع. شايفين معي اشي، يعني اشي فعلا ممكن تجد منه دومينات ممتازة للربح منها او للعمل عليها بعمل موقع. اوكي، انا جودادي قبل، يعني قبل اليوم اشتريت منه دومين اجنبي، بس وضعته طبعا لموقع، لم ابيعه مباشرة. طيب لو عملنا برضو ترتيب على الدي بي، لانه حكينا هي اهم اشي موجود هون بصراحة. في عندك هون 720 دومين رابطين مع هذا، health and wellness business net work. يا لهوي، health and wellness business network، والله اسم جميل، والله اسم جميل. health
اند ويلنس بزنس نتورك. حلو جدا. الدي بي دي تبعه 720، في 1500 باك لينك. بما انه البيج رانك زيرو معناته ال 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 الدومين صار له زمان ما اشتغل، يعني صار له زمان موجود عند الراجل وما اشتغل منه. الاي بي اي برضو قديم، ابو 4 سنين، 2010، جيد بصراحة. البرايس 12 دولار، يا بلاش يا بلاش، طبعا لسه ولا مزايدة عليه عشان هيك بعده 12 دولار وبينتهي بعد يوم و 18 ساعة. شايفين معي صح؟ اذا بدك برضو تعمل فلتر ونفس الاشي، تحكي له بدي على ديموز، بديش فيك بي ارات وبديش انشور، وبتعمل ابلاي. الان بيطلع لك بس اللي عند الديموز هنا يس عشان تتاكد انه تمام يعني. وبرضو بتعمل دي بي تشوف الامور. لا بدي الدي بي من الاكبر للاصغر يا شباب، مالكم؟ تمام. 81 ماونتن ستيت كان كيشي اوكي اشي الا يكون له معنى بالنسبه للاجانب، لانه مش عارف شو يعني كاني كورسو. 15 دولار بس. البيج رانك 1 عنده دومين و81 باك لينك، بينما الباك لينكات 133. 2009 قديم جيد. ديموز يس اهم اشي بصراحه. و15 دولار يا بلاش يا بلاش. خلينا افرجيكم على البرايز، اعمل كليك تشوفوا من الاقل الى الاعلى. اوكي، احنا بهمنا انه نشتري اشي قليل عشان نربح منه، وتشوفوا الاشياء الموجوده من الاقل الى الاعلى. تمام. وطبعا تنتبهوا على الدي بي والباك لينك، وتشوفوا البيج رانك كل ما كان اكتر كان احسن، والبرايز طبعا يناسبكم اكيد. تمام. شوفوا اشي مناسب للسوق تبعكم اذا بدكم اياه لموقع او للمتاجرة، للمتاجرة. تمام. انا يعني انا بضيع وقت، انا عارف انكم فهمتوا كله تمام، فان شاء الله يعني اكون وفقت بشرح هذا الموضوع وتكونوا فعلا وصلتوا اللي بدكم اياه، الاسئله اللي طلب يعني طلبتني اني اعمل هذا الفيديو. وان شاء الله يا رب التوفيق للجميع. شايفين هذا الدومين الان وصل 405 دولار، وصاحبه بيحكي انا بدي ابيعه لما يوصل 1542 دولار. اعتقد انه مش حيوصل، يعني باقي له بس يوم و16 ساعه. اوكي. والشيء الجميل بيعطيك هنا نسبه الترافيك، وطبعا هاي مش صحيحه 100%، لكن يعني بتعطيك فكره. فهنا بيحكي لك انه هذا الدومين اصلا بيوصل شهريا 1002 ترافيك، يعني 1200 واحد بيوصلوا لهذا الموقع شهريا، مع انه دومين. تمام. فممكن تاخذ ديل حلو في من خلال هذا الموقع، وتشوف الموقع طبعا بالايرفس او تشوفه بالدومين تولز حتى تعرف اكثر وتتاكد انه مش فيك، مش واحد يعني بينصب، وموقع عن جد موجود، وتشتري بكل سهوله. وشكرا لكم اجمعين.